هاي احلى المساء، كيفكم؟ ان شاء الله خير. فيديو اليوم زي ما انتم شايفين تحت في العنوان حيكون فيديو جديد من سلسلة طبخات إباء. طبعا حال اليوم زي ما انتم شايفين في العنوان حيكون ليالي لبنان. يب، ليالي لبنان. فحاشرح لكم طريقة الحلى، يعني هو الفيديو بشرح طريقة الحلى، فما ادري انا ايش قاعد اقول. ارر، ما طول عليكم في المقدمة أكثر من كده. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا لايك شير سبسكرايب على جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. طبعا على حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي تلاقوها موجودة في الشاشة وكمان موجودة في صندوق الوصف. ما طول عليكم أكثر من كده، ليتس جو، يلا نشوف الفيديو. سو اوكي يا جماعة، ايش حتكون المكونات؟ طبعا حنحتاج الوعاء اللي حنحط فيه الحلى، حنحتاج حليب سميد، تمام، وحنحتاج مكسرات وسكر، السكر طبعا حسب الرغبة، وحنحتاج علبة قشطة، وكمان حنحتاج فانيليا، يعني ملعقة صغيرة فانيليا، وكمان لأن الحلى حقنا ما حيكون حلى ثلاجة المرة دي، حيكون حلى نار، فحنحتاج وعاء، تمام. سو أول خطوة حنسويها، أول شيء حنبعد المكسرات والقشطة والفانيليا بعيد، ديلا في آخر حاجة. حاليا حنضيف جوا الحلة الحليب، برضو حسب الكمية وحسب الرغبة، ما في مقادير في الحلة. حنضيف الحليب وبعده السميد وبعده السكر، تمام. حنبدأ نحرك نحرك لين ما يثقل معانا الخليط، وبعد كده حنطفي النار ونضيف ملعقة الفانيليا، وحنبدأ نسوي الطبقة الأولى، تمام. وبعد ما نسوي الطبقة الأولى حنجيب علبة القشطة، حنفتحها نمسح فوق الطبقة الأولى ونرجع نضيف الطبقة الثانية، وفي النهاية بنزينا بالمكسرات ونكون وصلنا للفاينل لوك. سو بعد ما شرحت لكم عن الحلى بصورة عامة حيكون شكله كيف، خلونا ننتقل لخطوة النار. ليتس جو. سو يا جماعة زي ما انتم شايفين، أول حاجة حنبدأ نضيف الحليب، تمام. بالنسبة لي الحليب حأضيف علبة الحليب كاملة، عشان طبعا الخليط حيكون طبقتين. بعد ما ضفنا الحليب حأضيف علبة السكر زي ما انتم شايفين كاملة، طبعا السكر زي ما قلت لكم حسب الرغبة، تمام. اذا حابين الحلى يكون حالي بزيادة عادي ضيفوا كمية سكر زيادة، اذا حابين الحلى يكون عادي ضيفوا كمية سكر عادي، اذا حابين الحلى ما يكون اساسا طاعم يعني اوفر حالي ممكن ما تضيفوا سكر حسب ما انتم عايزين. بالنسبة للسميد حنضيف مقاس كوباية كاملة، تمام. بعدها حنشغل النار، النار تكون وسط، لا تكون اوفر قوية ولا تكون اوفر خفيفة. وبعد كده حنبدأ نخلط المكونات، واوعكم تسووا الحركة اللي انا عملتها في البودينج. اذا ما شفتوا الفيديو حق البودينج خلي لكم الرابط حقه في صندوق الوصف، روحوا شوفوه. طبعا يا جماعة اختكم في الله في البودينج حركت كتير لما يدها انكسرت، بعد ذاك قالت خلاص ما بحرك، ضبطته ومشيت، فبالتالي الحلى شبه انخرب لانه بقى تقيل بزيادة والبودينج المفروض ما يكون كده. فالمهم حتقعدوا تحركوا بدا وما تسيبوه ابدا للمرة المليون، ما تسيبوه، حتقعدوا تحركوا لين ما الخليط يتقل يبقى شوية سميك. حوريكم القوام اللي مفروض يكون عليه بعد ما اخلط. سو حاليا خلوني اخلط المكونات وارجع لكم. يا جماعة الآن زي ما انتم شايفين وصلنا للقوام المطلوب، يعني ما قوام البودينج، وصلنا لقوام الحلى زي ما انتم شايفين كده. طفينا النار وحاليا حنجي لخطوة الفانيليا، تمام. طبعا اذا ما عندكم فانيليا تقدروا تضيفوا ماء زهر، ركزوا ماء زهر مو ورد، تمام. فيا زي ما انتم شايفين ملعقة فانيليا صغيرة نظيفة، وبعد كده نبدأ نحرك. طبعا النار تكون مطفية، أهم شيء
نبدأ نحرك لما الفانيليا تختلط بالخليط حقنا، بعدها نحط الطبقة الأولى في الصينية. جماعة رجعت لكم تمام. فيا خلصنا من هرجة النار والكلام كتير ده، حاليا حنعمل شنو؟ حنبدأ نضيف الخليط على الصينية اللي هو الطبقة الأولى زي ما انتم شايفين، ونقعد نوزع كده نلعب كأنها كريب. يا جماعة بعد ما وزعنا الخليط سنوريكم زي ما انتم شايفين الطبقة الاولى، في الطبقة الثانية حنضيف القشطة اللذيذة، هنضيف العلبة كاملة تمام كده. قاعدة صارعة انا ما قاعدة اطلع قشطة من جوا، طبعا القشطة تكون حارة احسن عشان تقدروا توزعوها. فيا بعد ما حطينا القشطة حنبدأ نوزعها فوق الخليط كامل بطريقة متساوية. يا جماعة بعد ما حطينا طبقة القشطة ووزعناها حنبدأ نضيف الطبقة الأخيرة من الحلى تمام، حنضيفها كلها. خيل اجيب العيد، ايوان هنفضي كل باقي الخليط اللي موجود في الحلة او ما ادري ايش تسموها انتو. سو يا جماعة بعد ما حطينا الطبقة الاخيرة وزبطناها وكل حاجة هنجي لآخر خطوة واللي هي المكسرات. طبعا المكسرات للزينة، إذا حابين ممكن تزينوها بشوكولاتة، إذا حابين تزينوها بكراميل، إذا حابين تخلوها سادة، إذا حابين تزينوها بمكسرات حاجة راجعة عليكم، بس هي أساسا المكسرات. طبعا أنا ما باكل مكسرات فحأزين نص مكسرات ونص لأ. فيا ليتس جو بسم الله. بس يا جماعة ده الفاينل لوك. طبعا زي ما انتم شايفين هنا انا ضفت مكسرات النص بالضبط والنص الثاني ما ضفته فيه، وبعدين قلت مع نفسي اضيف صوص شوكولاتة وكده وضفته. فده الفاينل لوك، وطبعا بتدخلوها الثلاجة او لا على راحتكم، حابين تدخلوها الثلاجة او حابين تاكلوها كده زي ما هي يعني حارة وكده اتس اوكي. بس انه يفضل يعني تدخلوها الثلاجة، بلس انه ما في وقت محدد، وقت ما انه حسيتوها جمدت وكده خلاص يعني ما في وقت محدد انتو تخلوها في الثلاجة. يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا لايك شير سبسكرايب على جرس التنبيهات عشان يصلكم كل جديد. تابعونا على حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي تلاقوها موجودة في الشاشة وكمان موجودة في صندوق الوصف. وما اطول عليكم اكتر من كده، اشوفكم في فيديو بكرة ان شاء الله. بلس اذا احد سوى الحلقة كمان اكتبوا لي ارائكم او اذا تعرفوه او لا. وبس اشوفكم فيديو بكرة ان شاء الله. باي.